تنازل في اللون منذ عودة نزار إلى الجزائر، وهو اللي كان محكوم عليه ب20 سنة حبس، رجع في طائرة رئاسية وما كلفش نفسه أنه يدخل الحبس أيامات، على الأقل احتراما للقضاء العسكري واحتراما للدولة والمؤسسات الدولة، إن كانت هذه المؤسسات جديرة بالاحترام، ولكنها لا هي ولا هذا الصعلوق يعني يستاهلوا الاحترام. منذ عودته وابنه سفيان يعيش في المر، يعيش في المران. ديجا نهار قبل ما يدخل جاو الامن داوه العنتر حبسوه، وزادوا داو مغزي ولد خالته ولد خالت سفيان واللي راه مسكين حاكمين عليه بعام حبس. وسفيان بعد ما عدى ايامات 4 ايام في عنتر اداوه لمكتب مدير الامن الداخلي عبد الغني راشدي، ولكن شكون جد وجد باباه يمد في الاوامر، باباه يعني كان معاه قاسي الى اقصى درجه. وكلام هذا عاوده لي سفيان ماشي واحد اخر، بعد هذا الشيء بعد ما تلاقاه كامل حكالي اتصل بيا وحكالي. سفيان يثيق فيا يتكلم معايا باستمرار، و انا نثيق فيه لاني نعرف هذا الطفل هذا، حتى وان كان باباه ما يسواش ولكن هو من طينة أخرى. سفيان معروف عليه ما حملش اغتيال والدته من طرف المجرم تاع باباه، وكانت عنده الشجاعة باش يكشفوا على الفيسبوك، كشفوا عنده الشجاعة. سفيان مسمي بنته على يماه، مسميها فاطمة، سميها على يماه، متشبث بيماه وما حملهاش. سفيان دفع ثمن كبير على جال ما قبلش يسكت على الجريمة الشنعاء اللي دارها اللي ارتكبها باباه. يعني اسبوع بعد او اقل من اسبوع بعد الجريمة سأل على يماه وناض يضرب في باباه، هو كان صغير ذاك الوقت يحكي لي، كان صغير كان 12 سنة ولا، ناض يضرب في باباه بالدبزة يقولوا وين راحت يما، على باله بلي قتلوا يما. اداه بيت ليلة في الغابة تاع زرالدا في نص ليلو غري، ثيابة كان ثيابة لي بيتو في نصهم، كان يعيط لتوفيق المجرم صاحبه يبعث له أمبولانس فيها جماعة تاع الجيس زعما راهم فرملة، يلبسوه لكاميزون ويدو يحطوه في المستشفى تاع النعجة في الجناح تاع الأمراض العقلية، ودائما يحب يخرج. دايرك الحق لحقت به الندالة، يكتب نهار اللي خرج قال له راك قتلت يما وكذا، لحقت به الندالة يكتب يقول باللي راه مختل عقليا. شوف كاش واحد يقول على ولده كبته يقول عليه مختل عقليا، يمكن ما حكيتش معاه وما شفتوش وكذا منا نسبق. اذا بعد ما حاولوا يدخلوا المستشفى تاع المهاب بعد ما دخل، بعد ما حرش عليه تاع الامن، سفيان اختفى وبقى في اتصال معايا، وحتى الناس اللي يعني من المقربين اليه كانوا يتصلوا بي على بالهم بلي انا راني قاعد نعطيهم معلومات اخبار، يقولوا لي طبعا احترم السريه اللي طالبها مني، ما نقدرش نقول لهم هاو وين راهو ولا هاو تليفون، ما نقدرش. يقول لي ما تمد حتى ما نحتاج، ولكن نطمنهم الان درك هذه مده صفيه ما زادش بان، ما زاد بان حتى خبر. اذا كان حر
وتليق راهو اتصل بيا مهما تكون ظروفي اتصل بيا. خوفي كل خوفي على انه يكون المجرم تاع نزار دبر له مكيدة، اما قتله اما سجنه سكاش المغرب، دبر له مكيدة اكيد. السلطات الجزائرية تاع العصابة راهي مسؤولة على ما يحدث لسفيان النزار. إذا بقى يعني هذا الاختفاء متواصل وما وصلني حتى خبر على سفيان، لابد من إشعار السلطات الدولية على اختفاء هذا الرجل، لأنه المجرم اللي يكون متسبب في اغتياله أو في سجنه معروف عليه أنه قتل زوجته يمات ولاده، وبالتالي قادر يقتل ولده لأنه حاقد عليه بزاف، حاقد عليه بزاف، لأنه سفيان ظهر في حل وراجل عليه، سمعت؟ ما خرجش كيما الرخيص تاع لطفي السراق هذاك اللي راه محاكم يعني السن حبس ويحاول يدخل يستفاد كي باباه، ياك بلاد السراقين هذه هي. سفيان ما خرجش من هذيك الطينه هذه، داير قبل ما يوصلوا لهذه تاع يحكموا على نزار ويهرب نزار وكامل، سفيان ما كانش عايش معاهم، زعما بانيلو فيلا ولكن ما كانش عايش فيها، كان كاري في دير ابراهيم. سفيان كان حاطو شريك في اس ال سي، شركة هذه، ولكن ما يديش سنتيم من الارباح ولا كذا، تمارك عليه الارباح، دا 7 ملاير يقول هو داهم له باباه. وانا نصدقوا لما يقول لي هذا الكلام هذا، انا نصدقوا لاني نعرف وضعه المالي كيفاش، نعرفه مليح. اذا المره الاخيره نقول انا اذا سفيان راهو حر طليق راهو يسمعني، ما كان حتى هدر ويتصل بيا. انا اذا ما اتصلش بيا من الاسبوع، لانه حتى المحامين ديالو اللي انا عرفتو عليهم وكلفتهم باش يقوموا يعني بيه، هم عندهم حتى خبر عليه، بالتالي يتحمل مسؤولية ماشي المجرم تاع نزار اللي كاين سلطات تحكم في البلاد، كاين هاد العصابة عندها مسؤولية معنوية. ما نقدروش نسكتوا على اختفاء رجل دابا الثراري عنده زوج بنات، عنده زوج بنات ما يقدرش يختفي، هذا اختفاء قصري يتسمى. نتمناو ما يكون غير الخير لسفيان نزار، وربي ان شاء الله يقدر الخير لبلادنا ويعجل برحيل العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.